25,000. وين راحت بطاقتي؟ أهلين فرحان. أهلين فيكي. أنا جهزت لك الأكل، بدل والحقني. استني. نعم. ولا شيء. وينو كاشي؟ ما بعرف، قال عنده شغل. اسمع كاشي، روح عبي لي رصيد على موبايلي. يعني هلأ تذكرتي بعد ما جيت؟ أجلي يا أختي، ما رح أطلع بعد ما وصلت على البيت. ما فيني استنى كاشي، بدي حاكي البنك لأنه بطاقة الصراف تبعي توقفت. في حدا ساحب 25,000 من حسابي. مين بده يكون يا أختي؟ ليك هي البطاقة، أنا اللي سحبته. نعم؟ عم تستعمل بطاقتي بدون ما تاخد إذني كاشي؟ يعني أنا بشغلطت أخذت مصاري مثل ما بساوي بالعادة، شو ممنوع؟ عم تعيط كمان؟ أنت واحد قليل أدب. لك أنت شو جنيتي زارين؟ كيف عم تضربي لأخوكي؟ أنا مو مجنونة، ما شفتي شو عمل؟ كنت كل ما تطلب مني مصاري أعطيك، ليش عملت هيك؟ كنت تاخد قد ما بدك، وأنت أمي ما رفضت لك طلب. بعدين أنت وابنك كنتوا تعاملوني كأني بنك، بدك اسكت له بعد ما سرقني؟ أنت لازم تحترمي أخوك شوية بنت، إذا ضربتينا بمنية المصاري رح نرجع لك ياهن ورح تاخديهن وتروحي وما عاد بدنا منك شي. شو أعملكن أكتر من اللي عملته؟ ما كنتوا تسألوا عني إلا مشان المصاري، أخي ما كان يحاكيني إلا إذا بده مني شي مبلغ، بس من لما إجيت ما حدا منكن سألني إذا أنا مرتاحة وشو بدي، ما حدا منكن هامه شو صاير فيني، ما حدا سأل عن وضعي وكل همكن تاخدوا مني مصاري وبس. انتي وحده ما في عندك احساس وكل هالتمثيل ما بينفعك، تعالي خدي هي نص المبلغ تتهني فيه وفيكي تعديه ورح كمل لك الباقي الشهر الجاي. مبسوطه انت هلا؟ زعلتي وكسرتي بخاطره. ضايقتي لما كسرت بخاطره؟ بس انا لما زعلت ما حسيتي فيني ابدا. هاد انت وبعمرك ما رح تتغيري، انا بعرفك بنتي، انت ما فيك تشوفي حدا غيرك مبسوط وبتضلي غيراني من كل الناس. لك انت مانك ام، معقول ما قدرتي تتحملي وجودي بهالبيت يومين؟ رح اترك البيت وامشي انبسطي، ما بتحمل ضل عند اهلي عم انزل. ايه روحي انقلعي، ما بيهمني شو ما بدك تعملي اعملي، بتضل تنق وتنكد علينا كل الوقت، عمشو انك بلا ذوق. هذا أول يوم إلي بشركتي. ألف مبروك إن شاء الله. فرحان فرحان، مشان الله سامحني حبيبي فرحان. بكفي، حاج تبكي زارين، الحمد لله إنك عرفتي غلطك ورجعتي على البيت. خالتي، كنت بدي أرجع من زمان، بضل هذا بيتي ومالي غيركم. منيح استوعبتي هالشي، لو إنك تأخرتي لحتى تعملي التصرف الصح. طيب بعد ما رجعتي على هالبيت هلأ بتمنى تزيني كلامك منيح، وما بدي أشوف أغلاط جديدة، وخدي علاقتك مع فرحان بجدية. فرحان لسه معصب وزعلان مني؟ لا. ليش عملتي شي جديد؟ كل اللي عملته مو بقصدي،
أنا خجلانة كتير من حالي، ما بعرف ليش هيك صار. فرحان أنا بحبك كتير مثل ما أنت بتحبني. زارينة بتعرفي أنا ما بصدق حكيك، بدي أفعل. كل الناس شاطرين بالحكي وبس، ولما بيصير كل شي عن جد ما حدا بينفذ يلي وعد فيه. يعني ما أنك مصدقني هلأ؟ يمكن لا. مرت عمي قالت لي إنه زارين أكيد راجعة، هلأ شو رح يصير؟ خلص اهدي، وإذا رجعت ما رح يتغير شي. بس هي غرفتها، رح تعصب كتير لما تعرف إني قعدت لها فيها. شو؟ أنت شو عم تعملي هون؟ وبعدين؟ وين صوري اللي كنت حاططها على الحيط؟ أنا يلي قمتن. آه؟ كيف بخليهن وتارا قاعدة بالغرفة تبعنا؟ كيف؟ شو اللي عم تحكي؟ شو دخل تارا؟ ممكن تشرح لي هاي غرفة مين؟ ما في شي صعب إنك تفهمي، بعرفك ذكية وبتعرفي شو قصدت، واللي حكيته كان واضح، ما هيك؟ الغرفة تبعك صارت هلأ لتارا وانتقلت عليها وشلنا كل الصور تبعك يا زاري، فلازم تفهمي شو صار. لا عاد تسألي. وأنا؟ اللي أنا وين بدي روح فرحان؟ جهزنا لك غرفة تانية وكل شي مرتب وجاهز فيها مثل ما أنت بتحبي وأحسن. بس هي غرفتي يا فرحان، يعني تعرف إنه كل ذكرياتي فيها، مو معقول تعمل فيني هيك؟ لا، ما رح روح لهنيك، بدها تطلع من غرفتي. لا تروحي لمحل، رح تبقيهم. بس كيف؟ قلنا لجهزنا لغرفة تاني، خلص يا بتقعد بهديك الغرفة أو ترجع على بيت أهلها. ليكي تارا، إذا بدك تستسلمي وتتراجعي بهالطريقة ما بيضل لك محل. ما لازم تتخلي عن شي لإلك، تعلمي تطالبي بحقك، لازم تدافعي عن حالك لأنه أنا وأمي مو دائماً معك.